حواسيب خارقة تختصر زمن معالجة البيانات من عقود إلى أقل من ثانية. طفرات تكنولوجية إحداها بقيادة مصرية قد تكتب الفصل الأخير من عصر الخصوصية. اختراق للبيانات وكسر للتشفير بضغطة زر واحدة، وحاسوب صيني يهدد بيانات العالم المؤمنة، أو ربما لم تعد كذلك. فهل سمعت عن ثورة الحواسيب الكمية؟ وإن كنت تعلم عنها، هل وصلتك أخبار تطبيقاتها العملية التي تخطت أوراق العلماء ووصلت الواقع؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زواياه، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. الحوسبة الكمية تخترقنا باختراق الأنظمة الآمنة، فكيف ذلك؟ تعتبر هذه التقنية من بين أصعب التقنيات التي تسابق علماء العالم لبلوغ تحقيقها، ولكن من جهة أخرى فهي من المصطلحات التي ستزعزع راحة نشطاء الدفاع عن الخصوصية والحق في سرية المعطيات الشخصية. ذلك أن هذه التقنية الجديدة التي يعمل عليها الخبراء في مجال صناعة الكمبيوتر منذ سنوات باتت قريبة من تحقيق حلم بعث جيل جديد من الأجهزة. ميزتها أنها ستكون قادرة على معالجة كميات خيالية من البيانات وفي سرعة قياسية، وبالتالي يمكن القول أننا صرنا قريبين من توفير أجهزة ستفك لك في أقل من ثانية أي عملية تشفير واصلا إلى البيانات مهما كانت مؤمنة. وحسب المصادر والمختصين فإنه خلال 10 أو 15 عاما سنتمكن من الحصول على أجهزة كمية. هذا أولا. أما ثانيا فإن هذه الأجهزة ستكون قادرة على كسر البيانات منها المصرفية، والأخطر منها البيانات الحساسة جدا أي تلك الخاصة بالحكومات والمجالات العسكرية. لذلك فإن كلا الطرفين الآن يخوضان سباقا، الأول يسعى لفك التشفير والثاني يبحث عن وسائل بديلة لحماية وتشفير المعطيات السرية. ومن بين هذه البدائل قد تكون استخدام الأقمار الصناعية، علما وأنه قد تم حسب بعض المصادر تطوير عدد من الأجهزة الكمية، لكن بقيت التفاصيل حول خصائصها الحالية مجهولة نوعا ما. ولفهم الموضوع أكثر لابد من فهم الفرق بين الكمبيوتر العادي والكمبيوتر الكمي. معجزة التكنولوجيا المنتظرة. تعمل الحواسيب التي بين يدينا الآن على تخزين البيانات بالاعتماد على رقائق السيليكون، وذلك بعد معالجتها وتحويلها إلى بيانات رقمية. تتم هذه العملية وفقا لنظرية فيزيائية تسمى سريان الطاقة الكهربائية، أو ما يسمى باللغة الثنائية، أي أن كل شيء يتحول إلى قيمة 0 أو 1، والصفر يرمز إلى عدم وجود الكهرباء، بينما 1 يعني وجود شحنة كهربائية. ولنبسط الأمر أكثر، هي عبارة على نبضات كهربائية يقوم المعالج أو البروسيسور داخل الحاسوب بتحويل هذه النبضات إلى بيانات تظهر أمامنا، ومنها ظهرت مصطلحات الجيجا بايت وغيرها. ولكن كل هذا سيكون لا فائدة منه أمام الحوسبة الكمية والأجهزة الكمية التي تسمى بالمعجزات الصغيرة. لا يعمل الكمبيوتر الكمي عن طريق الكهرباء، وليست له حاجة إلى الإلكترونات لمعالجة بياناته، وإنما يشتغل وفقا لميكانيكا الكم المعقد التي تسمح بمعالجة كم هائل من البيانات وبسرعة رهيبة، مما يمكننا من قول أن الأجهزة قد تتضاعف قدرتها ملايين المرات بخطوة فقط، وأنها ستصبح قادرة على معالجة بيانات خلال ساعات فقط بعد أن كانت تتطلب سنوات لذلك. ويعود ذلك لاعتمادها على تفكيك وتركيب الذرة لمعالجة وتخزين البيانات، مما يجعلها أسرع من الكمبيوتر العادي. بالرغم من إيجابيات هذه الميزة، إلا أنها تشكل تهديدا فعليا للمعلومات، لما ستوفره من فرص سهلة للاختراق بين يدي قراصنة المعلومات. وإن كنت تتساءل عن تحقيق هذه النظريات المعقدة عمليا، فالإجابة نعم، الحواسيب الكمية باتت حقيقية بفضل توصل العلماء مؤخرا إلى خوارزمية عبقرية تمت تجربتها على كمبيوتر شركة IBM الكمي، حلت بها آخر مشكلة كانت تعترض العلماء، وهي الضوضاء التي تنتج عن هذه الأجهزة، ضوضاء عالية شبيهة تماما بضوضاء المصانع.
والمشكلة الحقيقية ليست في أن المستخدم سيكون وكأنه يتجول بمصنع معه، وإنما هذه الضوضاء تنتج أخطاء في البيانات، والخوارزمية الجديدة حلت الأمر. بعد تمكن العلماء من فهم تأثير الضوضاء على النظام وحله، وبالتالي تغيير جذري في مصير البشرية، حيث سيكون بإمكاننا اختصار الشهور إلى ثوان لانتهاء التجارب السرية للأدوية وغيرها من التأثيرات على مختلف المجالات. مصر تدخل على الخط. العلم هو أكثر المجالات التي يظهر فيها العرب كمشاركين فعليين في الثورات التي سيشهدها العالم، وليس فقط كمستهلكين لما ينتجه الغرب. فمنذ فترة ليست بالبعيدة تم الكشف عن تقنية جديدة في نفس الإطار، تتحدث عن أول عملية لنقل البيانات الثنائية بسرعة الضوء. المثير أكثر من هذا الإنجاز في حد ذاته هو أن الفريق الذي توصل إلى ذلك كان بقيادة عالم مصري يدعى محمد ثروت حسن، وهو أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا الأمريكية. ولنختصر القصة عليكم، سنقول لكم أن العالم المصري استطاع إيقاف الضوء بالعمل على نظرية هايزنبرغ بعد مرور قرابة القرن، وهي النظرية التي قالت باستحالة تحديد مكان وسرعة الإلكترون في نفس الوقت، وهو ما يسمى بمبدأ عدم التأكد الذي تقوم عليه نظرية الكم. ولكن العالم المصري استطاع العمل على تحقيق التحكم في الإلكترون، ذلك الجسيم الأسرع والأقل وزنا، عبر تطوير ترانزستور يعمل بتقنية ليزر الأوتوثانية. وتعتبر هذه الطريقة طفرة في مجال التشفير ونقل المعلومات الرقمية الثنائية خلال مدة هي الأسرع في العالم حتى الآن، كما تمكن من نقل المعلومات إلى أماكن بعيدة في الفضاء، مما يجعلنا أمام حقبة جديدة لتكنولوجيا الاتصالات تسهل بشكل كبير الاتصال الفضائي بين الأرض والفضاء. وبالتالي لا يمكن إنكار أن الحوسبة الكمية باتت واقعاً بعد تجاوزها المجال النظري إلى التطبيق، بعد تمكن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل IBM وجوجل وآبل من سبر الأغوار العملية لهذا المجال المعقد. وبالتالي صار واضحاً أن الثورة القادمة في مجال المعلوماتية ستكون بقيادة الحوسبة الكمية، وهو ما يفسر حرب الصين وأمريكا الحالية. الصين تكشف عن معجزتها. بات الأمر مثيراً للاهتمام بعد أن كشفت الصين عن تطوير حاسوب أسرع ب180 مرة من الحواسيب العادية منذ قرابة 3 أشهر تقريباً. جهاز الحاسب الكمي جيو تشانغ من مهامه استخراج البيانات البيولوجية وتعدينها، والتحليلات الشبكية وبحوث النمذجة الكيميائية. وإنجاز كهذا لا يمكن استغرابه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ما قام به هو الملقب بأبو الكم، العالم بان جيان وي، حيث قام هو وفريقه بحل معادلات حاسوبية كانت تستغرق 5 سنوات، إلا أنها استغرقت أقل من ثانية بالحاسوب جيو تشانغ الجديد. وبينما أثار ذلك حماس الصين، زادت مخاوف الدول المنافسة التي باتت تتساءل إذا بات من الممكن أن تفك الصين الآن شفرات العالم بضغطة زر واحدة. سندع ما سيحصل مستقبلا في عالم التكنولوجيا يخبرنا بإجابة على هذا السؤال، وقد نعود لكم في فيديو آخر نحدثكم فيه عما يحصل في عالم التكنولوجيا الذي بات يقود مستقبل البشرية ويضع سرية معطياتنا الشخصية محل شك. ولكن حتى وصولنا إلى تلك الفترة، اتركوا لنا رأيكم عن الموضوع في التعليقات.